السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال، نستكمل اليوم درسنا الجديد مع سلحوف، وبسم الله نبدأ. المنزل، نبدأ بالمنزل. الحمام، حجرة النوم، حجرة المعيشة، المطبخ، الحمام، 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 المطبخ، 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 حجرة النوم، حجرة النوم، حجرة النوم، حجرة المعيشة، حجرة المعيشة، الحمام. ولا ننسى إذا دخلنا الحمام أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا منه قلنا غفرانك. وإذا دخلنا الحمام ندخل بالرجل اليسرى، وإذا خرجنا منه نخرج بالرجل اليمنى. وبسم الله وبسم الله نستكمل. المطبخ، المنزل، أدوات مدرسية، أقلام تلوين، مبرا، قلم رصاص، قلم حبر، ممحى، دف كتاب، دفتر، حقيبة مدرسية، حقيبة مدرسية، أقلام تلوين، أقلام تلوين، أقلام تلوين، أصفر، أخضر، بنفسجي، أحمر، دفتر، 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 ممحى، 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 مبرا، 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 قلم حبر، قلم حبر، قلم حبر، كتاب، 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 حقيبة مدرسية، حقيبة مدرسية، حقيبة مدرسية، قلم رصاص، قلم رصاص، قلم رصاص، أقلام تلوين، قلم، قلم حبر، أخ، أخت، أنا، أب، أنا، أب، أم، أخت، أخ، 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 جد، جدة، عمة، عم، خالة، خال، ابن العم، بنت العم، بنت الخال، ابن الخال، أنا، 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 بنت الخال، أنا، أب، 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 أم، 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 أخت، 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 أخ، 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 عم، 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 عمة، 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 خال، 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 خالة، 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 جد، 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 جدة، 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 ابن العم، ابن العم، ابن العم، ابن العم، ابن الخال، ابن الخال، ابن الخال، ابن الخال، بنت العم، بنت العم، بنت العم، بنت الخال، بنت الخال، بنت الخال، حديقة الحروف والأرقام. نكتفي اليوم بهذا القدر ونستكمل درسنا في المرة الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديقة الحروف والأرقام.